محمد يا مهدي، السلام عليكم. اهلا بيك كابتن، اهلا بكل متابعينك الكرام. ازيك عامل ايه؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله، والله نشكر رب على كل حال. يعني قول لنا الحصاد اللي عندك داخل اتحاد الكوره وقصه الفار، هيتلغي مش هيتلغي، تعديلات الكره الموحده، سريعا كده ايه الاخبار؟ طيب باختصار طبعا، لانه حضرتك عارف انه طبعا طالما في لجنه جديده فاكيد هتلاقي ناس كتير بتهاجم، في ناس انت عارف ان هي بتهاجم بمبدا الهجوم يعني، ولكن كان الموضوع بسيط جدا، والراجل قام ما قالش ان احنا يا محمد، لما احمد منير رئيس اللجنه الثلاثيه قال يا جماعه انه في مشكله في العقد بتاع الفار، انه اللجنه الخماسيه ما وقعتش عقد مع الشركه المسؤوله عن جلب تقنيه الفيديو حتى الان، والاجهزه اللي جت المفروض كانوا اربع اجهزه يعني، واربع عربيات خاصه بالفيديو، اثنين جداد واثنين اجهزه قديمه، وكابتن جمال غندور طلع اكد نفس الكلام وقال انه فعلا المعدات اللي جت معدات قديمه، فالراجل قال ان هو عمل ملف كامل بيه القصه، وكمان ان الشركه بتاعت الفار طالبه فلوس كتيره جدا متبقيه لسه ما خدتهاش، فبعتوا لاتحاد الكوره ان احنا لينا مستحقات 1 2 3 4 كذا، فالراجل قال ان انا هعرض كل ده في اجتماع مع الانديه يوم الاربعاء اللي هو النهارده، يعني كان في اجتماع مع الانديه وهيعرض عليهم الوضع كذا كذا كذا، وايه راي الانديه هو اللي هيمشي، والنهارده بالفعل كان في اجتماع مع انديه الدوري الممتاز، حضروا الغالبيه العظمى، يعني كان في اربع انديه بس اعتذروا وما حضروش، بقيه الانديه 14 نادي حضروا النهارده، واتفقوا على انه لا الفار هيكمل موجود، ولكن هم هيخاطبوا الشركه ان هي تبعت المعدات الجديده، وفي كمان في بعض التقنيات مش شغاله اللي هي التقنيات بتاعت خط المرمى مش شغاله، فبالتالي هيخاطبوا الشركه ان هو يحدثوا الاجهزه القديمه اللي موجوده دي، والاتحاد الكره هيدفع فلوس، الامور منتهيه جدا، فخلاص الامور انتهى تماما، انه الفار مستمر معانا حتى نهايه الدوري الممتاز. ده بخصوص الفار. الحاجه الثانيه وانه اللجنه الثلاثيه لما جت العقد كان المفروض معمول القديم ب 750,000 دولار، جم لقوا العقد ب 350,000 دولار فقط لا غير يعني، فقال كون ملف كامل يعني، وعرضوا على وزير الشباب والرياضه اللي يبت فيه الامر هنكمل بالعقد ده ولا هيتم الغاء العقد ويعمل عقد جديد. الكره الموحده اتحاد الكره شايف انه ده من حق الانديه، لانه الدوري دوري الانديه، فبالتالي اتحاد الكره مش مسؤول ان هو يجيب كره موحده للانديه، وعرض ده النهارده على الانديه، وقال انه في الاسبوع الجاي في اجتماع تاني محترفين، والرابطه تبقى هي تتولى كل القصه سواء الكره الموحده او استكمال الفار او المسابقات والحكام، وكل الامور دي كلها تبقى مختصه برابطه الانديه المحترفه وليس اتحاد الكره، واتحاد الكره يتفرغ للمنتخبات الوطنيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بخصوص المنتخبات اللي هي تم يعني حلها الساعات الماضيه، ومنتخب الكره الشاطئيه ومنتخب الكره النسائيه وهكذا، النهارده اعلنوا عن التشكيلات الجديده لمنتخب منتخبات الكره النسائيه بمراحلها المختلفه سواء الناشئين او الشباب او المنتخب الاول، واتحاد الكره وعد ان هو هيستخدم خبيره عالميه في الكره النسائيه لتطوير هذا الملف. الملف المهم هو ملف الكره الشاطئيه، والناس في الكره الشاطئيه عندهم مشكله ان هم موجودين في السعوديه، وحضرتك عارف ان طبعا في مشكله في الطيران يعني وقف الطيران بين السعوديه يعني عشان نظرا لاصابات فيروس كورونا، وبالتالي المنتخب طلب ان هو يرجع في طياره خاصه، وحتى الان اتحاد الكره بيحاول يعني مع وزاره الشباب والرياضه وزاره الطيران هم يوفروا طياره خاصه يبعتوها يجيبوا منتخب الكره الشاطئيه من السعوديه. ده باختصار شديد يعني كل الملفات المطروحه على مائده اتحاد الكره خلال الساعات الماضيه. طيب السوبر في اخبار عنه ولا ده مع الاتحاد اللي جاي ولا ايه النظام؟ لا حتى الان مفيش اي اخبار عن السوبر، مفيش وقت طبعا، وحتى في الجدول المسابقات اللي كان عامله مازن مرزوق ما كانش حط موعد محدد للسوبر، نظر لانه طبعا كان في كثير ارتباطات للاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولين في الكونفدراليه ودوري الابطال، كمان الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه، فده طبعا كله هياخد وقت، ولكن فلذلك يعني حتى الان مفيش ميعاد محدد للسوبر، ولكن هم هيشوفوا اي وقت مناسب يعني يتلعب في السوبر، كمان انه السنه دي السوبر سهل عن كل السنوات الماضيه، مش هيتلعب خارج مصر يعني نظرا لانه الماتش بين الاهلي وبين طلائع الجيش، فبالتالي حتى الشركه الراعيه برزنتيشن
وجد صعوبه في تسويق الماتش خارج مصر، او ان هم يجيبوا يعني سبونسر للمباراه زي ما كان بيحصل قبل كده في ماتشات الاهلي والزمالك، بيبقى عندها يعني التفاعل عليها اكتر او الاقبال عليها اكتر. ولذلك الشركه الرائعه طلبت من اتحاد الكره اللجنه الخماسيه ان هي تغير اللائحه، يبقى السوبر بين بطل الدوري ووصيف الدوري، بحيث ان هم يقدروا بنسبه 100% انه يبقى بين الماتش بين الاهلي والزمالك، ما يبقاش بين الاهلي او اي طرف تاني، عشان خاطر ما تقلش الفعاليه بتاعت السوبر من ناحيه، والناحيه الثانيه يقدر يتسوق ويجيب فلوس كويسه للشركه الراعيه. طيب طمنا على حسام عاشور. حسام طبعا خد كام جرثه في دماغه، ومحمد مصطلح رئيس النادي وعد انه هيعمل عمليه تجميليه يعني لمكان الغرز يعني، ولكن هو بحاله صحيه جيده يعني في المستشفى، ويستعد يعني خلال الساعات القادمه لاجراء عمليه التجميل، ولكن هو حالته مطمئنه جدا، وكل الانباء اللي جايه من الاتحاد الاسكندري انه حالته الصحيه مطمئنه بشكل كبير. اللاعب الثاني اسمه ايه اللي اتخبط؟ لا انا مش فاكر اسمه ايه صراحه، بس اللاعب الثاني يعني حالته احسن من حسام عاشور، فقط هو اللي كان عنده مشكله في غرز كده في دماغه، ولكن اللاعب الثاني ما عندوش ادنى مشكله في اي حاجه يعني، عشان بس خرج من المستشفى وموجود في الترتيبات مع الاتحاد السكندري بشكل سليم يعني. طيب هل لديك اي اخبار اخرى يا استاذ محمد؟ لا في الملف بس الناقص هو ملف الانتخابات. اتحاد الكوره هتتعمل نهايه يناير ولا مش هتتعمل نهايه يناير، في كلام كتير طالع طبعا من هنا او من هنا، ولكن الفيصل في القرار على مسؤوليتنا يعني، هو رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هو صاحب القرار الاول والاخير، وفي ملف كامل اتقدم من اللجنه الثلاثيه تم ارساله الى وزاره الشباب والرياضه، موجود فيه كل حاجه انه الانتخابات هتتعمل يوم 30 يناير الساعه 1 الظهر في مشروع الهدف، وان المكان مجهز بشكل كبير جدا طبيا وكل الاجراءات الطبيه نظرا يعني لفيروس كورونا، وان الحضور هيبقوا 96 واحد فقط اللي هم عدد اعضاء الجمعيه العموميه، وان المكان مجهز تماما وواسع ويعني بسهوله ان احنا نقدر نعمل فيه الجمعيه العموميه. كل ده الملف كامل اتبعت لوزاره الشباب والرياضه، والوزير خلال الساعات القادمه هيعرضه على الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء، ياخد موافقته النهائيه في القرار سواء باقامه الانتخابات يعني في الملف يعني طبقا للملف اللي تم تقديمه بالاتفاق مع اللجنه الطبيه باتحاد الكره، او ان رئيس الوزراء تاخد قراره انه خلاص ما ينفعش في انتخابات في نهايه يناير لنظر لفيروس كورونا، وبالتالي بعده اللجنه يعني والوزاره هيخاطبوا الاتحاد الدولي ان هم يستاذنوهم في تاجيل الانتخابات لمده ست اشهر اخرى، وتقام الانتخابات بعد اولمبياد طوكيو، ولكن حتى الان ما فيش اي قرار ان الانتخابات هتقام او لا تقام، كله مستني قرار رئيس الوزراء اللي هيحسم الامر بشكل كبير جدا يعني. وصل ان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال لك الناس فهمتني غلط، وليس هناك موافقه او استثناء لاتحاد الكره، وان احنا مهما قل العدد او كثر مش هنفتح باب الاستثناءات، وان رئيس الوزراء لم يناقش الموضوع اصلا مع وزير الشباب والرياضه. فده بالضبط زي ما قلت حضرتك، هو يعني الاستاذ نادر سعد كان طلع في مداخلات مع الاستاذ احمد موسى وقال الكلام ده في الاول، قال لا هيبقى في استثناء لاتحاد الكره، ورجع تاني قال لا انا الكلام بتاعي اتفهم غلط، مفيش اي استثناءات، وان فعلا الملف ما اتعرضش على رئيس الوزراء. هو قال يمكن هو قال عشان العدد قليل انا قلت ممكن، ولكن قال الموضوع لم يطرح للنقاش. بالظبط زي ما قلت لحضرتك ان الملف جاهز عند وزاره الشباب والرياضه، ووزير الشباب والرياضه المفروض يعني خلال الساعات القادمه هيعرض الملف على رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء زي ما قلت لحضرتك هو اللي هيحدد الكلام النهائي في الموضوع، سواء هنعمل انتخابات نهايه يناير ام لا. لو اتعملت انتخابات خلاص الامور انتهت، لو ما اتعملتش هيتم مخاطبه الاتحاد الدولي لتاجيل الامر لمده 6 اشهر اخرى، وتظل اللجنه الثلاثيه مسؤوله عن الكره المصريه لحتى انتهاء اولمبياد طوكيو 2021. الكلام كمان اللي طالع انه في كلام كتير عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 نظرا لإصابات كورونا يعني، ولكن لسه حتى الآن ما فيش أي قرار رسمي يعني بشأن الإلغاء أو استمرار الأولمبياد. أشكرك شكرا جزيلا يا محمد، شكرا جزيلا.